بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد درس جديد من دروس الصف الخامس، الدرس السابع. اسم الدرس ايه؟ العامل المشترك الاكبر ميم والاكبر الف، يبقى عين ميم الف اختصار لجمله العامل المشترك الاكبر. طب يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ ده اللي هنعرفه من خلال شرح درسنا اليوم. ويلا نشوف كده سؤال تمهيدي نوصل بيه لمعنى العامل المشترك الاكبر عين ميم الف. يعني ايه الأولية؟ يعني فصص البرتقالة بتاعت الثمانية لعواملها الأولية، وقال لي باستخدام شجرة العوامل اللي خدناها الدرس السابق. فالمستر عمل برواز في الثمانية. طب فيك يا حبيبي الثمانية، اتنين في أربعة بثمانية، جميل. طب مين اللي حلو أمور الاثنين نسيبها زي ما هي لأنها عدد أولي، ومين اللي وحش الأربعة لأنه عدد غير أولي بأربعة؟ لحد كده جميل جميل. يبقى المستر فك التمانية. طب فين عواملها دي؟ ادي واحد اتنين تلاتة، اتنين في اتنين في اتنين، دي العوامل الاولية للتمانية. سؤال كمالا نفس السؤال، يوجد عوامل العدد 12 الاولية، وبرضه باستخدام شجرة العوامل كتبت برواز لل 12، وجيت قلت ال 12 3 في 4، طب مين اللي جميل؟ التلاتة لانها عدد اولي، اولي يبقى هيتفصص الأربعة 2 في 2، التفصيصة كده تمام تمام. طب عرفت منين ده أولي وده أولي وده أولي؟ فالراجل بيقول لي تعرف تجيب العامل المشترك الأكبر اللي اتفقوا فيه الثمانية وال 12 اللي احنا بنختصره عين ميم ألف. يعني الراجل عايز مني عين ميم ألف للثمانية ولل 12. طب ودي نجيبها إزاي يا مستر؟ ندور على العوامل الأولية المتشابهة. إزاي؟ مثلا هنا 2 هنا 2 أقوم أخد منها واحدة. طب ما هنا 2 وهنا 2 أقوم أخد منها واحدة وضربهم في بعض. طب بص للأخيرة دي 2 ودي 3 مش متشابهين، يبقى نكتفي بالاثنين والاثنين خدت واحدة، والاثنين والاثنين الأربعة اللي طلعت دي أهي اسمها عين ميم ألف. يعني العامل المشترك الأكبر للثمانية وال 12. طب معناه إيه يا مستر؟ معناها إن الأربعة دي أعلى عدد الثمانية وال 12 اتفقوا يتقسموا عليه. الثمانية تنفع تتقسم على الأربعة، ال 12 تنفع تتقسم على الأربعة. سامع ولد بيقول طب ما ينفعوا يتقسموا على الاثنين، قلت له تمام بس دي أعلى ومفيش أعلى منها، هما الاثنين يتفقوا بالقسم عليه. ده معنى عين ميم ألف. يلا بقى ناخد حاجة جديدة اسمها حلل العدد إلى عوامله الأولية. مش جديدة ولا حاجة يا مستر. طب ما اللي أنت عامله يا في مستر الشريحة اللي فاتت ده حلل العدد لعوامله الأولية، أقول له جميل ولكن كان باستخدام شجرة العوامل. أمال دي باستخدام إيه؟ العمود. نعمل عمود ونكتب العدد على اليمين ونبتدي نفصصه. طب نفصصه إزاي؟ نتفق اتفاق لو العدد ده زوجي نبدأ القسمة على الاثنين. طب اشمعنى الاثنين؟ لأنه عدد أولي. 18 على الاثنين الإجابة 9. نكمل؟ نكمل. سامع ولد بيقول على الاثنين، قلت له للأسف التسعة فردي مش هتقبل على الاثنين. سامع ولد بيقول طب ما تيجي يا مستر على التسعة ونشطب، تسعة على التسعة فالواحد يبقى ذبحناها. أقول له غلط. يقول لي غلط ليه؟ أقول له لازم الأعداد اللي بقسم عليها تكون أولية، والتسعة لو قسمت على التسعة مش أولي. طب تقبل على مين؟ على التلاتة. طب التلاتة حلوة؟ أيوة حلوة لأنها أولية. تسعة على التلاتة فيها التلاتة، جميل. طب التلاتة أولي يبقى تتقسم على نفسه فيها الواحد. خلصت المسألة. طب بعد ما خلصت نروح المعمل ونجيب نتيجة التحليل. ال 18 2 في 3 في 3 بس خلاص. طب واحدة تانية 40، ال 40 أولها صفر زوجي يبقى نقسم على الاثنين، ولما تقسم على الاثنين تجيب نص العدد، نص ال 40 20، ال 20 زوجي على الاثنين فيها العشرة، العشرة زوجي على الاثنين فيها الخمسة، الخمسة فردي. ده مش فردي وبس يا جميل، ده فردي ومن الأعداد الأولية، يبقى يتقسم على نفسه فيها الواحد. يبقى مين العدد اللي يتقسم على نفسه لو كان أولي؟ بص التلاتة على التلاتة، الخمسة على الخمسة. بابا يقول لك ليه؟ تقول له عشان أولي. طب بعد ما خلصت ما تمشيش، اكتب نتيجة التحليل. الأربعين اتنين في اتنين في اتنين في خمسة، أدي النتيجة اللي على الشمال.
طب ال 14 عدد زوجي، علي 2 فيها السبعه من جدول الضرب. طب السبعه مالها؟ مين جدع يقول سامع ناس بتقول لك فردي؟ تمام. سامع ولد بيقول اولي؟ تمام. سامع ولد بيقول السبعه فردي واولي، يبقى ما تتقسمش الا على نفسها، على السبعه فيها الواحد بس خلاص. طب النتيجه على الشمال 2 في 7. طب لو حللت بشجره العوامل هيدي لك نفس الاجابات، ولكن ده التحليل بالعمود جميل جدا ومريح جدا. اللي بعده 28 زوجي يبقى على الاثنين. يا مستر بس ما اعرفش على الاثنين فيها كام، دي مش في جدول الضرب. سامع ولد بيقول نقسم تاتا تاتا من جهه الشمال، 2 على الاثنين فيها الواحد، و8 على الاثنين فيها الاربعه. شفت سهله ازاي؟ سامع ولد تاني بيقول نجيبها عقليا، نص ال 28 14 جدع. سامع ولد تالت بيقول نجيب نص ال 8 4 ونص ال 20 10 ونضمهم يبقى 14. شفتوا المستر قال كام طريقه؟ يلا ال 14 زوجي يبقى على الاثنين فيها السبعه، السبعه خلاص عرفنا لعبتها، فردي واولي يبقى على نفسها فيها الواحد. طب نتيجه التحميل، نتيجه التحليل من اللاب والمعمل، 2 في 2 في 7، 24 عدد زوجي على الاثنين فيها ال 12 من جدول الضرب، زوجيه على الاثنين فيها السته، زوجيه على الاثنين فيها الثلاثه، فرديه واوليه على الثلاثه فيها الواحد. شفت التحليل وجماله؟ شفت التحليل ودلاله؟ يبقى الاجابه 2 في 2. سامع ولد بيقول زوجي يبقى على الاثنين، جميل. سامع ولد بيقول يا مستر الحق يا مستر، ده ال 36 كانت تقبل على الثلاثه. اقول له وماله؟ صح برضه، طالما الاثنين اولي، طب على الثلاثه اولي، طب والاجابه هتطلع في الاخر زي ما هي. طب نص ال 36 18، طب اللي مش عارف نص الستة 3، نص ال 30 15، ضمهم يبقى 18. طب اللي عايز يقسمها تاتا تاتا يعتبر دي 2، 2 على الاثنين فيها الواحد واخدنا واحد، ضمه مع دي يبقى 16، على الاثنين فيها 8، ال 18 زوجي على الاثنين فيها 9، التسعة فردي. سامع ولد بيقول على التسعة، قلت له اخص عليك، هي التسعة عدد أولي؟ قال لي لا، قلت له يبقى على التلاتة فيها التلاتة، على التلاتة فيها الواحد. نتيجة الستة وتلاتين، 2 في 2 في 3 في 3، أدي التحليل يا أولاد. وما زلنا مع التحليل، الستة وخمسين زوجي على الاثنين. طب عايز اقسم واحدة واحدة، ماشي. خمسة على الاثنين ما تنفعش، نعتبرها أربعة وخدنا واحد، أربعة على الاثنين فيها الاثنين، دي بقت 16 على الاثنين فيها 8. طب طريقة تانية، نص الستة 3، نص الخمسين 25، ضمهم يبقى 28، على الاثنين اقسم تاتا تاتا، 2 على الاثنين 1، 8 على الاثنين 4، زوجي على الاثنين فيها السبعة، السبعة أولية يبقى على السبعة فيها الواحد. يلا نكتب النتيجة واوعى تنسى النتيجة. يلا يا ولاد اللي بعده، 60 أولها صفر، زوجي يبقى تنفع على الاثنين. سامع ولد بيقوله تنفع على الثلاثة، جدع. سامع ولد بيقول أولها صفر تنفع على الخمسة، جدع. الترتيب لا يهم، ولكن الاثنين أحلى، نص الستين 30، جميل. التلاتين زوجي على الاثنين، طول ما أنت بتقسم على الاثنين تجيب نص العدد، نص التلاتين 15، إحنا كبار بقى يا ولاد سنة خمسة. طب ال 15 فردي يقبل على الثلاثة ويقبل على الخمسة، لو ولد قال على الثلاثة فيها الخمسة، على الخمسة فيها الواحد. طب لو ولد بدأ بالخمسة فيها الثلاثة، على الثلاثة فيها الواحد، هي هي، على الثلاثة فيها الخمسة، على الخمسة فيها الواحد. ونتيجة التحليل 2 في 2 في 3 في 5، 100. المية زوجية يبقى على الاثنين، نص المية جنيه 50 جنيه، الخمسين زوجي على الاثنين، نص الخمسين جنيه 25. أنا بكلمك بلغة الحياة، لغة الشارع والفلوس أسهل. الخمسة وعشرين فردي وأولها خمسة يبقى على الخمسة، على الخمسة فيها الخمسة، على الخمسة فيها الواحد. بابا يقول لك ليه قسمت على الخمسة؟ لأنه عدد أولي لا يقبل إلا في خمسة في خمسة. أدي تحليل بالعمود الجميل. تعال نسرق التحليل بالعمود الجميل ونخش لسؤال الامتحانات. اوجد عين ميم ألف للعددين 12 و24. نتفق اتفاق يا حلوين، أول ما يقول لك هات عين ميم ألف، يعني أعلى عدد، أعلى عدد ال 12 وال 24 ينفع يتقسموا عليه. نعمل إيه؟ نعمل عمود لده وعمود لده.
وهنا 24 وهنا 12. يا مستر حامد ده انت كده هتعمل تحليل. ايوه هعمل تحليل، وبعد التحليل هقول لك اعمل ايه. ال 24 زوجي على الاثنين فيها ال 12، ال 12 زوجي على الاثنين فيها السته، على الاثنين فيها الثلاثه، على الثلاثه فيها الواحد. يبقى المستر عمل ايه؟ حلل العدد الاول. يلا نعمل تحليل لل 12، على الاثنين لقيناه زوجيه فيها السته، على الاثنين فيها الثلاثه، الثلاثه فرديه واوليه، على الثلاثه فيها الواحد. جميل جميل كده، نص الحل. حللت ده وحللت ده. طب بعد ما خلصت نجيب نتيجة التحليل لل 24 ونتيجة التحليل لل 12، وهنا عين ميم ألف. شوف المستر عاملها طابور عيش ازاي واللي يساوي ورا بعض ازاي. نكتب نتيجة ال 24 عادي، ادي 2 وسع، 2 وسع، 2 وسع، 3. لحد كده جميل جميل. لما نيجي نكتب بقى نتيجة ال 12 لها شروط ازاي؟ مش هنكتب بحريتنا، لا دي كام؟ 2 لازم تيجي تحت اختها، تحت اللي شبهها. طب ما دي 2، اتفضلي اهلا وسهلا تحت اللي شبهك ونعمل الفي. طب دي 3 لو كتبتها هنا باظت المساله. امال هنا اهو، هنا اهو، شفت ازاي؟ امال دي نعمل ايه؟ مكان فاضي ما تعملش فيه حاجه. جميل جميل. طب ازاي نجيب عين ميم الف يا حبايبي؟ هندور على العمود المليان المتشابه، از ودول شبه بعض برواز، ودول شبه بعض برواز. جميل جميل. العين ميم الف ده قليط قوي، قليط ما بياخدش الا من كل برواز واحده. ده برواز يقول هاتولي واحده، ده برواز هاتولي واحده، البرواز فيه تلاتين هاتولي تلاتاية. طب دي فرضاني ما ياخدهاش، اعمل ايه دلوقتي؟ اضرب دول بس، 2 في 2 ب 4، 4 في 3 ب 12، يبقى العين ميم الف 12. شفتوا الطريقه ماشيه ازاي؟ واحده كمان، واحده كمان، اوجد عين ميم الف للعددين 45 و63. المستر عمل عمود لل 63 وعمود لل 45. يلا يا اولاد نحلل. ال 63 فردي اولها 3، يبقى ما ينفعش على الاثنين ولكن تقبل على الثلاثه. طب اجيب الاجابه ازاي؟ اقسم تاتا تاتا من جهه الشمال، 6 على 3 فيها الاثنين، 3 على 3 فيها الواحد، ال 21 فردي ما ينفعش على الاثنين وبتقبل على الثلاثه، فيها السبعه، السبعه اولي على السبعه فيها الواحد، ادي العدد الاول. نيجي لل 45 فردي، طالما فردي ما تقبلش على الاثنين، سامع ولد بيقول تنفع على الثلاثه وسامع ولد بيقول تنفع على الخمسه. طب مين الأحلى؟ الخمسة أحلى بيني وبينكم، عشان في جدول الضرب أولها خمسة تقبل على الخمسة، 45 على الخمسة فيها التسعة، التسعة فردي ومش أولي، يتقسم على الثلاثة فيها الثلاثة، على الثلاثة فيها الواحد. كده المستر عمل إيه؟ حلل دي وحلل دي. نعمل إيه؟ نعمل سطر لدي وسطر لدي وسطر للعين ميم ألف. فين إجابة ال 63؟ 3 في 3 في 7. المستر كتب عادي؟ أه كتب عادي. امال يا مستر انت كنت بتقول خليك حريص، حريص لما تيجي تكتب التاني ازاي؟ دي خمسة ملهاش زميل. طب تيجي نأجلها؟ أجل دي شوية، أجلها أهلا. اتكتبوا تحت اللي شبههم ونعمل فيه. لو أنا كتبت هنا الخمسة بوسط الدنيا، امال اعمل ايه؟ شرطه واعمل الخمسه بعيد لاني ملهاش زميل. طب بعد كده اعمل ايه البراويز؟ اهو هنا برواز لانهم متشابهين، وهنا برواز لانهم متشابهين، والعين ميم الف القليط. ليه؟ لانه ما بياخدش الا من البرواز، من كل برواز ياخد واحده، ومن البرواز الثاني واحده، ودول مختلفين يقول شكرا. 3 في 3 ب 9. عارف معنى كده ايه؟ معنى كده ان ال 45 وال 63 اعلى عدد يقبلوا الاسم عليه هو التسعه. تمام يا اولاد؟ سؤال تاني جايب لي، سؤال جايب لي شجره العوامل بقى، نرجع للشجره، وبيقول لي تعرف تجيب عوامل ال 42؟ قلت له اوكي. تاني عايز مين؟ قال لي عوامل. خد بالك يا حبيب قلبي، ما قالش عوامل الاوليه، لو قال عوامله الاوليه يبقى يمود، لكن قال عوامل وسكت يبقى الضربيات يا اولاد. درس المرة اللي فاتت ال 42 نبدأ بمين يا جماعة؟ نبدأ بضربية الواحد، واحد في 42، نيجي لضربية الاثنين، نص ال 42 21، نيجي لضربية التلاتة. إيه يا مستر ده؟ هي تقبل على التلاتة؟ أيوة يا حبيبي، يا مستر دي مش موجودة في جدول الضرب، بس والله تقبل. أيوة يا مستر أنت عرفت إزاي؟ أنت كبير في السن وعجوز. إنما إحنا نعرف إزاي؟ اجمع الأرقام يا حبيب قلبي. 2 زائد 4 6، الستة موجودة في جدول 3 يبقى في ضربية للتلاتة. طب أنا مش عارف الإجابة، نقسم تاتا تاتا
الأربعة على التلاتة ما تنفعش نعتبرها تلاتة، وسرقنا واحد يقف جنب الاتنين يبقى 12، تلاتة على التلاتة فيها الواحد، 12 على التلاتة فيها الأربعة، يبقى طلع لها ضرباية تلاتة في 14 اللئيمة الخبيثة. طب ايه كمان؟ أربعة؟ لا ما تقبلش. خمسة؟ مش أولها لا خمسة ولا زيرو. ستة؟ أيوة في ستة. اشمعنى؟ ستة في سبعة ب42، وهدية من مستر حامد. طالما قبل على الاتنين وطالما قبل على التلاتة يبقى غصب عننا في ضربية للستة. ستة في سبعة ب42، وهدية أخرى للأذكياء اللي عايزين يعرفوا الإجابة دي بطريقة تانية. طالما قبل على الاتنين وقبل على التلاتة يبقى يقبل على الستة. طب لو مش عارف الضرباية اطرح دي من دي، 21 ناقص 14 يطلع 7. يا سبحان الله. طب نجيب عوامل ال 42 على شكل حرف يو، واحد انزل اتنين انزل كمان تلاتة، ادي ستة ادي سبعة ادي 14 ادي 21 ادي 42، ونكتب العوامل فين؟ في المكان الفاضي هنا اهو، واحد وبعد وادي سبعة وادي 14 وادي 21 وادي 42. طب السؤال الثاني بيقول لي كمل شجرة العوامل حبيبتنا، 42 وكتب 2، طالما كتب 2 يبقى اجيب نص ال 42 اسهل، نص ال 42 21. طيب ال 21 عايزه تتفك من المشاهير 3 في 7. طيب اكتب تحليل العدد الى عوامله الاوليه، نقول له خلاص ال 42 الفكه بتاعتهم اهي 3 في 7 في 2. طب اوجد قيمه الان، فين الان دي؟ اهي. الله، طب مش دي مساله ضرب؟ اه، يبقى نضرب دول في بعض يا اولاد نجيب الان، 2 في 2 ب 4، 4 في 7 ب 28، يبقى الان كام؟ 28. طب بيقول لي تعرف تجيب العوامل المشتركه لل 42، يقول له مال؟ اقول له بقى 28. تمام. طب نجيب العوامل المشتركة ازاي؟ بص في عوامل ال 42 اللي فوق دي وشوف يقبل مين فيهم على ال 28، شوف ال 28 تقبل على مين في دول؟ 28 بتقبل على الواحد يبقى نكتب الواحد، ال 28 تنفع على الاثنين يبقى نكتب الاثنين، ال 28 تنفع على السبعة يبقى نكتب السبعة، ال 28 تنفع على ال 14 نكتب ال 14، ال 28 تنفع على ال 42 تنفع على ال 21؟ لا. تنفع على ال 42؟ لا. يبقى انت كده خدت منها اهو، بص 2 في 7 مع بعض يقبلوا على ال 28، والواحد وال 14 ال 28 بتقبل عليهم، يبقى انا رجعت دول مع دول. سؤال تاني بيقول لي ما العامل المشترك الاكبر لل 42 والان؟ هسيبك انت تقول لي مين اعلى عدد في دول قبلت على ال 28 وال 42. الواحد صغير، دي بعدها، دي بعدها، دي بعدها، أعلى عدد اتقبل عليه هو مين؟ ال 14، يبقى ده اسمه العامل المشترك الأكبر. تعالى لسؤال تاني، مسألة لفظية، استقلت مجموعتين وسيلة نقل عام في شرم الشيخ، كل التذاكر بنفس التكلفة، المجموعة الأولى اللي بتجيب تذاكر أنفقت 16 جنيه، والمجموعة الثانية صرفت 12 جنيه، أنا عرفت دي صرف كام ودول صرف كام، لكن ما عرفتش تكلفة التذكرة. طب اعرفها ازاي؟ من خلال العامل المشترك الاكبر. يبقى لازم اعمل ايه؟ احلل ال 16 واحلل ال 12 ونجيب عين ميم الف، يبقى ده ثمن التذكره عشان ده الحاجه المشتركه بين المجموعتين. ال 16 زوجي على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها الواحد، ادي تحليل ال 16. طب ال 12 زوجي على الاثنين فيها السته، على الاثنين فيها الثلاثه، على الثلاثه فيها الواحد. طب نعمل النتائج؟ نعمل النتائج وبعدها نجيب عين ميم الف، اجابه ال 16 اربع اثنينات، ادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه، وسهلا ومرحبا. طب الثلاثه تروح في الهواء الطلقه بعيد، وهنا مكان فاضي. طب مين اللي عنده براويز؟ ده برواز وده برواز، لان ده عمود كامل وده عمود كامل، من برواز ده اثنين ومين ده اثنين، يبقى العين ميم الف اربعه. طالما العدد المشترك بينهم اربعه يبقى ثمن كل تذكره 4 جنيه. شفت سهله ازاي؟ اخر مساله معانا بيقول لي عددان عوامل الاوليه الاول اهو، والعوامل الاول العدد الاول، قلت له ما دام انت جايب لي الفصوص بتاعته الاوليه يبقى سهله، يبقى نضرب 2 في 2 في 3 نجيب العدد، 2 في 2 ب 4 في 3 ب 12، ادي العدد الاول يبقى الاولاني 12. طب الفصوص بتاعتي الثاني موجوده 3 و3 و5،
3 في 3 ب 9، 9 في 5 ب 5 ورق بعين. قال لي هنا 5 ورق بعين، جميل. طب هات العين ميم ألف، العامل المشترك الأكبر. سامع ولد بيقول نعمل عمود لده وعمود لده، انت يا مستر اللي قلت لما يقول عين ميم ألف نعمل عمود لده وعمود لده. قلت له كلامك جميل جدا، ولكن انت نسيت حاجة يا حبيبي، ان عمه جايب لك الفصوص. يعني ايه يا مستر؟ يعني الراجل محلل لك العددين، يعني اقدر اجيب العين ميم ألف على طول؟ ايوه يا بابا، هي متفككة، هي متفصصة. طب ازاي ده انت كده جبت ده وجبت ده، مش شبه بعض؟ اقول له بص في المسألة فوق، مين المتشابه؟ هنا تلاتاية، هنا تلاتاية. طب دي اتنين ودي تلاتة؟ لا. طب دي اتنين ودي خمسة؟ لا. يبقى المتشابه عنصر واحد اللي هو التلاتة. يبقى عين ميم ألف كام يا حبيب قلبي؟ التلاتة. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط ومفهوم. العامل المشترك الأكبر، الدرس السابع في الوحدة التانية.